السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم راني جبت لكم اسهل اربع غرسات نتاع مسمن اللي عمرها ما دخلت الكوزينه واللي عمرها ما جربت مسمن. العرايسات، العزبات، اللي تبغي المسمن ما بصح تخاف منه، تي هاد لا غرسات وان شاء الله تنجح لها 100%. المسمن تاعك بوين فواي ينتفخ لك فوق الطاجين راه ناجح 100%. هنا غادي نسكت ونخليكم تسمعوا القرمشه تاعها. راكو شفتو يجي يتقرمج هي بورطون هنايا، شغل ما ركزتش على الصون تاعه باسكو كان مليح التلفزيون والحس. من بعد عاد مين شفت الحس تاع القرمج تاعي يتكلم قلت نسمعها لكم باش تشوفوا بلي ناجح 100% من كاع النواحي، كاع الصوالح يتقرمج مرق كيما تبغوا. الوغ نروحو نشوفو لي زانغيديون. نبداو هنايا نحكمو الريسيبيون تاعنا، انا نحكم الريسيبيون تاع البيتران. نديرو نبداو الاولى بالفرينه، درنا كاس هذا اللي عبرت به، نديرو ربع كيسان تاع فرينة، ربع كيسان فرينة، ونزيدو عليه هنايا سميد الرقيق كاع، سميد الرقيق، ألوغ ربع كيسان فرينة وزوج كيسان تاع سميد الرقيق، وهنا نزيدو الحليب غبرة، حليب أون بودغ، تلت مغارف نتاع حليب غبرة، ونزيدو عليها مغرف نتاع الملح. على حساب الذوق، مغرف صغيرة معمرة، إذا درتو بهاد الكاس والعبار نيشان ديرو مغرف صغيرة معمرة يجيكم نيشان. وهنا اللي ما عندهاش العسل تروح دير السكر، أنا درت هنايا العسل، هاديك لادوغوغ تاع المسمن تاعي وكاع كان السر تاعها هو هاد العسل. درنا زوج مغارف كبار نتاع عسل ونخلطو هنا كل شيء. فوالا، ونلمو هنا بالماء دافي، الماء يكون دافي. هنا الا كان عندنا البيتران نروحو للبيتران نعجنوه واحد 5 دقائق ونحبسوه، وسينو بيدينا نعجنوه ونخلوه ديروه في ساشي ونخلوه يريح من الساعة الفوق، نخلوه يريح على زعما ياخذ راحته في الراحه. هذاك هو العجين تاعه، مي انا هنا كنت مقلقه درت ديريكتومون في البيتران، عجنته 5 دقائق وبديت نخدم خدمتي. كيما قلت لكم نعجزتو على البيتران، وجدوه هذا الصباح ديروه في ساشي بلعوا عليه، غادي مين تحلوا عليه حشيه تبغوا توجدوه تصيبوه معجون، هذاك الساشي ديروا فيه شويه زيت. هنا جيت درت شويه في يديا شويه زيت باش ما تلصقليش ديك لاباط، وهنا رحت كملت البلا تاعي درت فيه الزيت ثاني باش لاباط ما تلصقليش في البلا، ونبقى هنايا كيما نقولوا حنا في وهران نقرصوها، نقرصوا لاباط. الوغ نديروها هكا دويرات كاع كيف كيف، نسيو باش نديرو بخاص كاع كيف كيف باش الحبة تاع المسمن تجينا كاع كيف كيف. فوالا، نديرو الزيت من الفوقا. بون هاد الصوالح لي زاسيوت كاع انا شايفينهم من الكبار، من ماتنا الله يرحمهم، ولا ماتهم يوم حيين ربي يخليه لهم ان شاء الله. هاد لازاسيوس تاع الزيت وتاع لاخر شفناهم منهم، نغطو هنايا بساشي ونخلوه يريح واحد الربع ساعة حتى لثلاث دقائق. هنا نحكمو بول نديرو فيه الدهان مارغارين ونزيدو عليه الزيت ونزيدو نص ساشي نتاع لاجور شيميك ولا وحدة كومبليت كيما نبغو، خميرة الكيميائية. ونجو هنايا نميكسو كلشي بالميكسور كيما راكو تشوفو، الزيت مع مع الدهان ولا لوفيو شيميك الخميرة الكيميائية، نمكسوهم غاية. ونجو هنا من بعد ما تنكساولنا نحكمو سميد موين، لي ما عندهاش دير رقيق مي بصح بالموين يجي خير، سميد موين نبقاو نديرو ونخلطو حتى نشوفو هداك الخليط تاعنا شوية كولا نكشو كوم اون كخيم هاكا، كخيم تقيلة شوية بصح ماشي خفيفة بزاف وماشي تقيلة تاني باش نتحكمو فيها من بعد ما تقبلناش العجينة. نجو هنايا فوق البلان دو طرافاي تاعي، درت هنايا شوية زيت بيان سور باش لاباط تاعي غادي من نحلها، المسمنة تاعي ما تلصقليش. هنا تقلعي خواتك، ما تقلعي كلشي باش لاباط ما تنتقبلكش وتكون لك ناجحة 100% باسكو بالخاسر غادي ينتقلو. بون في الاولى هنايا انا خليته يريح جوست 10 دقائق وبديت الخدمة، تخلوه يريح واحد كيما قلت لكم من 15 دقائق حتى 30 دقائق، لاباط ما تبغيش ترجع لكم وحدها، ميم انا ما غمضتني ما والو، غير بالك في الديبا كون شفتوها ولات ترجع بصح من بعد صاي.
هاكا نبقاو نحلو حتى البلون دو طرافاي تاعي من تحت يولي يبان شغل لابا تاعنا تولي ريغا ترانسبارونت. نحكو هذاك اللي وجدناه تاع الدهان والزيت والسميد الكيك والاوليفير شيميك نديروه نطلو كاع لابا تاعنا به ونكملو. اكو تشوفو هنايا الفيديو واش راهي هو راه يشرح نفسه بلا ما نقعد نهضر. بون هنا بغيت نديرها هاكا عاود قلت لا هنا بالك شفتو لا ديفيرونس تاع المسمى ما دورتهاش غير على زوج خطره صغير هاك وهاك درتها على 3 فوا باش يجيني مورق بلوس كو كان يجينا بكري. بو انا نعقل بكري ماما الله يرحمها كانت دير شغل حبه مسمن كي من هكا كيما راني ندير فيها ديرها غير هكا على 4 اي وتعاود توجد باسخ اخرى تعاود تحلها وتقضب هذيك لاباط الاولى اللي دارتها مسمنه صغيره ديرها في الوسط ودير عليها لاباط ثاني وحده اخرى وطيبها هكا تاني. انا كنت ندير هكا تاني يجي غايه ويجينا فريمون مورق. مي وليت نعجز ندير زوج مسمنات في مسمن واحد وليت ندير كي من هكا ولا يخرج لي مورق وفي فوق الطاجين يولي كي البالون هاك ينتفخ ويجي بنين. راكو شفتو هنايا شغل طولت هذاك لاباط تاعي طولتها لويتها على 3 فوا حتى 4 فوا نورمال مادام كي تور شغل دوريها كيما هاك تورقيها تجي مورقه بلوس. لاباط تاعنا هنا راهي إلاستيك تعجنوها حتى تولي لكم كيما هاكا كيما قلت لكم واللي ما عجنتهاش ما عندهاش بيطرون ولا ما بغاش تاي روحها بيديها وتعجن تخليها تريح نهار كومبلي توجدها صباح وعشيه تجي تخدم. فريمون لاباط تاعك ما تنتقبلك ما دير بها الرقاق دير بها مسمن الملوي كيما نبغو. فوالا وهنايا كملوهم كاع كيما هكا ونجو هنايا نحكمت هاد الاسيت كبيره تاع البيتزا اللي جايه كبيره درت فيها الزيت وبقيت نحل بالحبه كسر نسيو الرقو ديك المسمنه تاعي ما نديروهاش غليظه ثاني بزاف في الوسط يجينا معجن ما نرقوهاش ثاني بزاف حتى اللي يبس هنا نورمال. الطاجين تاعنا هنا يكون يحمى نرشوه غير بشويه زيت ونديرو لولا نديرو على نار قاوية قد ما يحمينا الطاجين نقصو له ردوه على نار كشغل متوسطة شوية ونبقاو نطيبو. هنا لاستيس تاع هاد المسمن من نكونو نطيبو فيه نبقاو غير نقلبو ماشي حتى يديلي لاكولوغ دوغي من تحت باش نقلبوه لا بوين فوا يشد روحه شوية نبقاو نقلبو. هنا بالك غادي تشوفوني راني كشغل نحل في الحب الزاوجة تاع المسمن أو ميم طون نروح نقلب الحبة اللولة. هنا وريتلكم البون اللولة راهي طابت هنا وريتلكم كيفاش يطيب المسمن. الطاجين تاعنا درت فوق الطاجين ثقيل سينو مقلاة ثقيله وبقيت نطيب فيه. هنا كشغل غلط ماشي غلط نسيت عليه كنت ملهيها نوجد خلي تحت دري لا كولور دوغي هي لا هي غادي غي يحكم روحه نقلبو يحكم روحه نقلبو نبقاو غير نقلبو فيه كيما شفتو هنايا سي بون بدا ينتفخ هي بوين فوا يبدا يطلع عرفو بلي المسمن تاعكم راه ناجح 100% مورق من الداخل كيما يبغي الخاطر. هنا راني انا كبرت الحبه نجمو نصغرو الحبات انا درت ديريكت حبه كبيره نجمو نصغرو هذوك لي بول تاع المسمن الاول اللي درتهم وتجي دا الحبه صغيره ونكملوهم بحكي من هكا راكم شفتو هذيك لا دوغور تاع اللي جاتني في المسمن بسبت الحسن هي اللي مدلنا هذيك لا كولور دوغي تاعك شغل قاويه. اكو شفتو هناك كيفاش طيبتها غير بدا يحكم روحها قلب صح نبقاو هاكا نديرو حتى نشوفو المسمن تاعنا سي بون بدا ينتفخ لنا نعرفو بلي سي بون نجح لنا نبقاو نقعدو كيما هاكا نعاودو هادي نقعدو غير نقلبو حتى يدينا لاكولوغ بيان دوغي. انا بعدا بيرسونيلمون المسمن نبغيه يكون بيان دوغي هاديك لاكولوغ تاعها تعجبني كاين لي يبغي هاكا كلاغ يبانلي انا كشغل مشي طايب غاية مي هاد لا كولور تعجبني في المسمن. راني طيب انا الحبة الثالثة قدامكم باش هاد الصورة راني نديرها للمبتدئات اللي عمرها ما دارت مسمن واللي عمرها ما دخلت الكوزينة باش تبعني كشغل خطوة بخطوة وينجح لها 100% ماشي ندير لها هاكا فيت فيتا وحدة يدها ديجا داخلة على العجين ابخي تقولك ما نجحليش. وكاين بزاف هنايا اللي موالفة دير مسمن تقولك سي بون زعما طولتي في الفيديو وصايه هاد الصوالح لي زاسوس نعرفوهم مي كاين لي معمرها ما دارت مسمن عمرها ما رودت عجينه تبغي تجرب غادي ينجح لها. هنا نبقى ندير لهم هنايا في البلاط تاعي
راك وسمعت القرمشه تاعه يجي يتقرمش ومورق من الداخل، ما تامنوش زعما فريمون ما تامنوش ديك القرمشه تاعه. راكو شفتو كيفاش يجينا مورق من الداخل، دوك الورق تاعه كشغل ترونسبارون كاك بزاف، يجينا روعه. الو نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها ان شاء الله. على بروشان.